سؤال كمان بيقول ما الذي يسبب حساسية الأسنان؟ يعني ايه حساسية أسنان أصلا؟ يعني بيهرش أسنانه؟ ليه هو أي حساسية يعني هرش؟ أنت دكتور مبتدئ على فكرة. أنت إيه يا ابني ده يا ابني في إيه؟ شكرا. ده سؤال ده؟ أنت جاي تجلطني؟ الأسئلة دي إيه؟ لا على فكرة ده سؤال كويس جدا. ما هي أسباب حساسية الأسنان؟ طيب بما إنك سألت السؤال ده، حساسية الأسنان يعني ألم مع السائل أو الساخن، تمام؟ طيب بنحس بحساسية الأسنان ديت في حالتين، الحالة الأولى لو أنت عندك انحسار في اللثة أو تراجع في اللثة، وقتها هتحس بألم مع السائل أو الساخن، هتحس كمان بالحساسية ديت لو عندك سنة مكسورة، هتحس كمان في حالة تانية خالص بقى لو أنت عامل حشو ولسه عامل الحشو ده قريب، لو كان حشو عادي مش حشو عصب، حشو العصب مفيش عصب في الضرس وبالتالي مش هنحس أصلا بأي حاجة في الضرس ده. نجنب الموضوع ده على جنب. طيب لو عاملين حشو عادي ممكن وارد جدا نحس بحساسيه او بالم بعد الحشو العادي. ليه بقى؟ لان اوقات كتير جدا بيكون الحشو العادي ده قريب من العصب. الحشو العادي ده يعني الحشو البلاتين او الحشو الابيض التجميل اللي هو الكومبوزيت ايا كان مين فيهم، اوقات كتير بيبقى قريب جدا جدا من العصب بتاع الضرس، وبالتالي بتبدا تحس بكهرباء كده مع السائع مع الساخن، يعني لما تشرب ميه ساقعه تحس بكهرباء بتقعد لمدة ثانيتين ثلاثة وتختفي. طيب استحمل الوضع ده لحد قد ايه يا دكتور؟ استحمله لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة شهر ماكسيمم شهرين، بعد الشهرين لازم ترجع تاني لدكتورك لانه هيعمل حاجة من الاتنين، يا اما هيشيل الحشو اللي هو كان عامله ويعمله من اول وجديد، تمام؟ لان وارد يكون فيه فراغات بسيطة جدا مايكرو جابس كده، فراغات جنب الحشو بتدخل الحاجات الساقعة او الساخنة فبتعمل حساسية، يا اما هيعمل لك حشو عصب لان درسك ده كان الحشو قريب جدا من العصب والعصب مش مستحمل، وبالتالي لازم وقتها نعمل حشو عصب علشان ترتاح تماما من الالم ده. اتمنى كده اكون جاوبتكم في الفيديو ده على موضوع حساسية الاسنان. لو انت بقى عندك الحساسية اللي هي بسبب اللي في الاسنان كلها مش في درس واحد بعينيه، لو الحساسية في الاسنان كلها انت وقتها تقدر تستخدم معجون لحساسية الاسنان زي سنسوداين الاسنان الحساسة، تمام؟ وكذا معجون تاني مهمين بيقللوا جدا جدا موضوع الحساسية وبتبقى الدنيا احسن بكتير، تمام؟ ما تنساش تعمل لايك وشير لان اللايك ديت معناها شكرا على المجهود، وشير معناها ان انت شخص جميل، تمام؟ ومش هننسى نصلي على النبي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم عبد السلام محمد، والى اللقاء.